بجدد التحية لكل المشاهدين ولضيوف الجمال الأقوياء المختلفين المتميزات معايا على الكنبة. وهل تدفع المرأة ثمن اختيارها المهنة غير تقليدية؟ وهل يغفر لها بسهولة منافستها وتفوقها على الرجال؟ وهل هناك مهنة تناسب المرأة وأخرى لا تناسبها؟ أنوسة، في مهنة تناسب المرأة وأخرى لا تناسبها؟ من وجهة نظري في مهن تناسب ومهن لا تناسب. ايه اللي لا تناسب اذا كان في مدربة اسود وجزارة وسواق؟ ايه اللي لا تناسب؟ انا من وجهة نظري لا، في حاجات بتبقى، في مهن بتبقى محتاجة القوة البدنية، ما تحتاج يعني مش محتاجة بنت زي فيها مثلا. مش عارفة، انا بشوف لاني من فترة طرحوا فكرة ان هم كانوا عايزين البنات تدخل الجيش من فترة قريبة. انا شايفة ان ما ينفعش. انا يعني مش الجيش اسهل من الدخول قفص يعني. بس لا. هو لا، في فعلا في الجيش الروسي والجيش الامريكي والجيش الاسرائيلي في بنات. انا عارفه، بس من وجهه نظري لو جيتي اتكلمتي على البنت المصريه صعب قوي انك تدخلي بنت مصريه الجيش المصري بتاعنا. رجالتنا اقوى شويه في انها تتحمل، قوه التحمل بالظبط، قوه التحمل رجالتنا اقوى من الامريكان ولا اقوى من النساء؟ لا، ما فيش زي الراجل المصري طبعا، احنا اقوى من اي حد في الدنيا. النساء بتكسب كده كل اصوات الرجال. يبين في مهن للمراه ومهن لا. لا، انا مش شايفه ان هو كده. انا شايفه انه في بني ادم ينفع لهذه المهنه بقدراته الشخصيه، وفي بني ادم تاني لا يصلح. هي قدرات ومؤهلات بغض النظر عن الجنس. بالظبط، راجل هنا بالظبط، مش المهنه ما تفرقش في الكفاءه. انت مخرجه اللي هو صوره المخرج بقى واكشن والديكتاتوريه، وحتى وقت قريب جدا كانت مهنه ذكوريه، ولغايه دلوقتي على فكره برضو في احيانا في الكواليس بتاعت شغلانتنا احيانا بعض المواضيع بيدوها للرجاله ويقولوا لا انت مخرجه ما تعمليش الحاجات دي. فانا كنت بتعمد ان انا، طب انا مش هعمل بقى غير الحاجات الصعبه دي، لانه الموضوع مرتبط بكفاءتي. هل انا مخرجه شاطره ولا لا؟ بصرف النظر ان انا بنت ولا ولد، لا انا هتحمل الظروف يمكن كمان اكتر من مخرجين معايا. فالموضوع مرتبط بالكفاءه الشخصيه. يعني لو كمان هنتكلم على مهن تبقى محتاجه قوة بدنية، انا شفت ست بتشتغل فاعل، بتشتغل بنا، بتشتغل سباك، وبتزرع الارض. فبالتالي الموضوع ان يعني في ست بتقدر وفي ست ما بتقدرش. ما بتقدرش بغض النظر عن انها تكون ست او كونه راجل. طب باعتبارك ست قوية ومخرجة، ايه اخبار بقى الراجل؟ يحب الست القويه ولا لا يقترب؟ لا طبعا ما يحبهاش، لا يقترب. لا 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 طبعا. انا 35 سنه قاعده اهو، ما فيش. هم اللي مش محظوظين على فكره. لا لا، هم ما، بصي عموما الراجل الشرقي خصوصا والراجل بشكل عام ما بيحبش الست القويه، لازم يحس ويكره الست اللي تعامله بنديه واللي تعامله زيه زيها. عايز الست امينه، بس الست امينه العصريه اللي هي يبقى معاه الريموت كنترول بتاعه، هو متخيل ان هو اللي مظبط الدنيا وهو المسيطر. الى حد ما، بس انا مش همثل، دي شخصيتي يعني. اصل انت لو مثلتي شويه، ما هو انت اللي ما هتتجوزه. ما بتمثلش ما بتكسبش. ما انا اللي مش بتمثل صح يا نوسة. اكيد طبعا بتمثل، هي اللي بتكسب. كلامك صح، لكن تكوني صريحه وواضحه ومتفقه مع نفسك. ما هو بعد كده هتبقى الحياه الزوجيه هتبقى مريره يعني. ما هو كتير بيتجوزوا وفي ستات وبيلبسوا التمثيل حتى اخر لحظه. طبعا. من اول لحظه لاخر لحظه. انا ما بعيش بطبيعتي بصراحه، انا ما احبش لمثل على حد على حد يمثل عليا. انا كده عاجباه عاجباه، مش عاجباه خلاص كده يعني. احنا نتمنى ان شاء الله ان يجي الراجل اللي يستحق فعلا، ان بنت تستحق كل خير. حضرتك في الفيلم اللي عملته نجين عنك قلت انا ساعات كنت بنسى اني ست. ونسيت اني امراه. وانا في الشارع بس. لكن في البيت لا، في البيت انا ست فعلا. طبعا. طيب وانت يا وايده؟ نفس النظام، في البيت غير الشارع. البيت في الشارع راجل. ايوه في البيت امبراطوره، في البيت ستي راجل. طبعا و... ست الستات. ايوه لا، في البيت حاجه تانية طبعا. حتى في ناس كانوا يجوا لي في البيت يبصوا لي يقولوا لا انت في الشارع غير، يعني في المحلات والحاجات ديت غير البيت خالص. هو حد ممكن يقول عليكم دي ست مسترجله؟ ايوه لا، ست ناجحه مش ست مسترجله. انت شايفه ان ده نجاح؟ انا شايفه ان ده نجاح، مش ان هي تقدر تجمع بين شخصيتين، ان هي في البيت ام. الست دي مسترجله فيها قوي. لا خالص، ان هي في البيت ام شاطره وبره في شغلها يعني امبراطوره زي ما بيتقال عليها بالظبط. طب انت لو ان شاء الله لو حبيتي وخيارك ما بينه وبين الاسود، يا قفص الزوجيه يا قفص الاسود، تختاري ايه؟ الف واختار قفص الاسود بسرعه. لا طبعا. طب لو كان متحضر ووافق على انك تجمعي بين قفص الزوجيه وقفص الاسود، لما تخلفي
توافقي ان بنتك البنت تدخل قفص الاشرطة؟ انا هسيب لها زي ما اهلي عملوا معايا، سابوا لي حته الاختيار. انا اخترت ما بين دراستي وما بين الاسود، وصلت في دراستي بقيت انا ليسانس حقوق، دبلومه قانون دولي، مستشار تحكيم دولي. ده كان جزء لوحدي خالص، اشتغلت لا ولا دقيقه ولا لحظه. انا كان بالنسبه لي الدراسه هوايه بالنسبه لي، بالعكس مع اني المفروض ان اي انسان طبيعي العكس. انا كان اساسي بالنسبه لي الاسود. انا ابني او بنتي اللي هيطلعوا قصاده المجال مفتوح، عايز تكون مدرب اسود اتفضل، عايز تاخد مهنه ثانيه اتفضل. هتفضلي ممكن رفع الشعار لا الاسود مع الجواز ده اسد وده اسد والا فلا لحد ما يبقى عندك كام سنه؟ يعني في فتره ما هتتنازلي ولا تبقي قويه زي نيفين وتفضل قايله لا؟ والله انا ما بقولش لا لحاجه معينه، انا شايفه ان ده اولا ده نصيب، دي اول حاجه. تاني حاجه اللي بيكون عارفك، يعني متهيألي هويدا اتجوزت وهي جزاره، ومواليد اتجوزت وهي سواق تاكس، ده ملوش علاقه بده. حياتك الشخصيه ملها يعني مش بترمي على حياتك العمليه، انت هنا في اتجاه وهنا في اتجاه، هنا ناجحه وهنا ناجحه. طب انت بتتعاملي الاسد بذكاء، الراجل ايه الذكاء اللي تتعاملي بيه مع الراجل؟ المفروض الست تبقى يعني في انهي مستوى من الذكاء عشان تتعامل مع الراجل؟ لازم تكون ذكية جدا، لا علشان الست تعرف ان هي تكون ست بمعنى صح، او الست المصرية بمعنى صح، لازم تكون ذكية، تعرف تتعامل في جميع الاوقات. امتى لما يكون متعصب تكون تعرف تتعامل معاه، امتى لما يكون مزاجه رايق تعرف تتعامل معاه. طب علمك ايه في 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 كلمة واحدة التعامل والعمل مع الاسود؟ علمني ايه؟ علمني كرامة وعزة نفس. كرامة وعزة نفس. علمك ايه يا نيفين ان انت تنزلي وتبحثي عن نساء مختلفات والاخراج؟ انه الست تقدر تشتغل زي شغلانه زي الراجل، والدليل السيدات اللي انا صورت معاهم وام وليد. انه علمك ان الكفاءه مش الجنس. بالظبط. في السوق اتعلمت ايه يا هويدا؟ كل حاجه حلوه، اللي انا بقى الناس احترام الناس ليا، الناس بتحترمني وولادي بيحترموني. وانا ناس كتير بتحترمني، يعني ما اقولكيش حتى لو في اي مشكله بيدعوني ان انا افكها، دي كفايه ان انا الناس مش بتستكبرني في كل مالية حاجه. مالية الحمد لله. حتى في بيتي مع اولادي زي ما قالت كده بين ان مثلا البيت لوضع والمحل لوضع، البيت والشغل الرك على الست اللي تقدر تتعامل مع الراجل فعلا صح، ان هو ايه ايوه ذكاء المراه، الست تمثل على الراجل عشان تبقى تاكل عقله. تاكل عقله. انا شغلي مع جوزي خلي بالك، نتعامل معاه نتحاسب بالمليم، بس بعد كده اكل حباب عينيه. يا جامد. بالذكاء. سيطرة. ايوه انا قلت دي شهرزاد، دي شهرزاد على طبعا طبعا جديده. طبعا بصي حاسبني لو ارفاق يقول لي ده شغل اقول له خلاص ماشي، كورسات بقى هنا كده وخلاص، بعد كده اخد اللي تجيبه كله. علمك ايه الطريق والحياه؟ كرامه وعزه نفس. برضه كرامه وعزه نفس. طبعا. انا سعيده جدا ان انا معايا الاربعه دول، وكان معايا جافي قبليكوا، واكيد الحياه مليانه بنماذج زيكوا كتير جدا جدا. بنوجه لهم التحيه، وبنوجه التحيه للاسر اللي وراهم، للازواج اللي وراهم، للناس اللي بتحترمهم في الشارع. وعندما تريد المراه فلا بد ان يستجيب الرجل، ولا بد ان يستجيب المجتمع، والتغيير الذي نحلم به لن ياتي الا على يد نساء رائدات لا يستسلمن لنمط ولا يخضعن للمفروض. المراه تستطيع النجاح في اي مهنه تعمل بها، قاضيه، طبيبه، صحفيه، جزاره، سواق تاكسي، مروده اسود. ليس هناك مهنه للرجل ومهنه للمراه، ولكن هناك الكفاءه والمهاره والقدره والابداع بغض النظر عن الجنس. ليس هناك دور تقليدي للمرأة، وليس مكانها البيت أو المطبخ أو تربية الأبناء إن لم تكن تريد ذلك، ولكن مكانها هو ما تحب أن تكون فيه، وما تبدع فيه، وما تستطيع، وما تنجح فيه. ونتقابل معاكم على خير في كنبة، في حزب الكنبة نهاية الأسبوع. نشوفكم على خير.